الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وخاصة في ظل الأزمة الراهنة بقطاع غزة. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وتكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية شديدة الصعوبة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة. فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، وكذا بالجهود المبذولة تجاه الأزمة في غزة، مؤكداً على حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية. تناول اللقاء تعزيز آفاق التعاون العسكري لكلا البلدين. حضر اللقاءات السفيرة الأمريكية بالقاهرة والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن ذياب بن صقر عبد الله النعيمي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات، وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات العسكرية الممتدة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، مشيدا بكافة الجهود المبذولة التي تسهم في زيادة آفاق التعاون العسكري والعمل المشترك في كافة المجالات. من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر والبحرين، مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في المنطقة. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والبحرينية. نظمت القوات المسلحة المؤتمر الدولي العلمي الثاني في الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحة بحضور اللواء أركان حرب هاني محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهيلي من القوات المسلحة ووزارة الصحة وعدد من الخبراء الأجانب. وألقى اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى دور المركز في خدمة قطاع كبير من أبناء القوات المسلحة والمواطنين، مؤكدا على أهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة لتبادل الخبرات العلمية الحديثة في علوم الطب الطبيعي والتأهيل لتحقيق خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصري في ذلك المجال.
فيما أشار اللواء طبيب خالد شكري مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى ما تقوم به إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة من تطوير التعليم الطبي المستمر والمتواصل للوصول إلى أحدث النظم والأبحاث على مستوى العالم. وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات، فضلاً على إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة. ويشمل المؤتمر هذا العام مناقشة أحد التخصصات الجراحية الواعدة عن طريق تعديل وظائف بعض مراكز المخ والأعصاب الطرفية باستخدام تقنيات وإجراءات مختلفة لعلاج المرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الأمراض العصبية التي لا تستجيب للعلاجات الدوائية. القضية فلسطينية تمس كل الإنسانية، عمرنا ما نضحي بيها مهما كان. يا قدسنا يا قدسنا يا قدس أقداس البنى. بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي.